ولكن عندنا قضية أخرى وموضوع آخر عن فكرة نبذ التعصب، والحقيقة فكرة كمان الحديث عن الجماهير والمعلومات لما بتكون مش صحيحة. نطلع نشوف الفيديو للزميل الأستاذ سيف زاهر ونرجع نعقب. دي رسالة بس لكل حد ممكن يطلع يقول لي أصل كنتوا جايبين صحفيين فسألتوا الصحفيين يعني جمهور الأهلي أكبر ولا جمهور الزمالك؟ ما هو حضرتك اللي حكى لك، لأنك لا يمكن تكون اتفرجت، اللي حكى لك ما قالكش إن إحنا عمرنا ما بنستضيف حاجة اسمها صحفيين، إحنا بنستضيف اتنين نقاد رياضيين أو صحفيين ولهم كل احترام، واحد زملكاوي وواحد أهلاوي. فالسؤال بيترد عليه من الجانب الزملكاوي والسؤال بيترد عليه من الجانب الأهلاوي، ودي كلها لغة أرقام قابلة للحديث، ملهاش دعوة بأي. أعتقد دي مش لغة أرقام يا أستاذ سيف، وأعتقد أنت عارف كويس قوي شعبية أي نادي في مصر هي الأعلى، وتحديدا لما هنجيب لك الشعبية من خلال نفس القناة بالظبط وهي بتستعرض استفتاءات. لكن مهم جدا يا كابتن سيف، أكيد أنت عارف أن توجيه السؤال يلزمه أيضا من الإعلامي أن هو لو في خروج عن النص أو كلام مش مألوف أو كلام ممكن يستفز بعض الجماهير، فأنا هنا أقول ستوب، لأن لو بيتكلم أرقام فقط لا غير وبيقول أهلي أو زمالك فقط لا غير، ده أعلى أو ده أعلى، فهنا خلاص دخلت وجهة نظر. لكن يا فارس لما يروح وينعت أو يصف جماهير النادي الأهلي بصفة صعبة شوية، أعتقد كان لازم وقف. هو الجمهور ممكن يعني ما يبقاش لحد دلوقتي وصل فين المشكلة، إن كابتن سيف زاهر بيقول إن هو جاب ضيف يتكلم، بس لو أنت سمعت كلام الضيف كان إيه هتعرف ان كان في مشكله كبيره قوي. نطلع ونسمع استاذ عمرو الدرديري مع كابتن سيف زاهر كان بيقول ايه. جمهور الاهلي قد جمهور الزمالك، لكن الفكره في ايه؟ ان 90% من اللي بينتموا يقول لك انا اهلاوي بيبقى ملوش اصلا في الكوره، يقول لك انا ما بشجعش بس انا اهلاوي. فهم دول دي الزياده، يعني الزياده في كده يعني. لا 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 اقف اقف يعني يقول لك انا ما اعرفش كوره يعني 90% بس انا بشجع. لا 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 هقول لك 90% من المجموعه دي. لا 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 كده يعني جمهور الاهلي ما بيفهمش كوره يعني. يعني اللي بيفهموا كوره، لا انت عايز تقولني جمهور الاهلي انت بتقول ما بيفهموش. انا بتكلم على جمهور الاهلي قد جمهور الزمالك، اللي بيفهم كوره قد اللي بيفهم كوره قدهم. اه انت عايز تقول اللي عامل الزياده هو اللي هم يعني الزياده، يعني مثلا هنقول 30 و 36 والبقيه ال 40 دول ما بيفهموش في الكوره مثلا، تقصد كده؟ انت عايزهم ما يفهموش في الكوره خلاص؟ لا انت اللي بتقول كده، ده معنى كلامك يعني. انا ما بقولش كده، انا بقول اللي ما لهمش في الكوره. اللي ما لهمش يعني ايه ما لهمش؟ يعني انا ما بشجعش كوره اصلا، ما بنتميش، فتيجي تقول لي اقول لك انا اهلاوي. طب ليه؟ مين اللي بيقول كده؟ طب ليه واحده الكلام ده منين؟ اسال اسال الناس، امشي في الشارع يعني الكلام ده بتجيبه منين اصلا؟ ده موجود موجود ده الواقع. ازاي يعني يا جماعه؟ طب ليه اللي ملوش في الكوره؟ طب ليه اللي ملوش في الكوره يختار الاهلي؟ جدا الحقيقه. ايه؟ ليه اللي ملوش في الكوره يختار الاهلي؟ مع الرايجه يعني. يعني مع الاغلبيه؟ مع الرايجه. الرايجه الرايجه مالهاش دعوه بالاغلبيه. ايه علاقه الاغلبيه بالرايجه؟ مع الرايجه يعني كسب بطولات فيبقى خلاص معاه. اه مع الانجاز يعني. مع اللي يكسب اللي يكسب بطولات يعني اللي يكسب بطولات هو يبقى صاحب الجماهيريه الاكثر. طب ما الاهلي يعني الاهلي اكثر بطولات. انت عايز تقول ان الاهلي اكثر؟ لا انا مش عايز اقول حاجه، انا خلاص هوافقكم خلاص، انتوا عايزين انا على مسافه. اعتقد فهمنا بشكل كويس قوي الكلام اللي ما كانش ينفع يتسكت عليه. ليه؟ لما اصف جمهور الاهلي ان 90% منه ما بيفهمش في الكوره، ده اتشال من قاموس الاعلام في العالم كله. ده تنمر وتعصب وعنصريه تجاه جمهور النادي الاهلي. مش من حق كائنا من كان يوصف مشجع انه بيفهم في الكوره او ما بيفهمش في الكوره. حضرتك مش من حقك تقيم الناس، والمصطلحات بتاعه 90% مع الرايجه ناس ملهاش في الكوره. حضرتك المصطلحات دي حتى من قواميس الصحة النفسية للناس اللي بتتفرج في العالم كله. التنمر والتعصب والعنصرية تجاه المجاميع من البشر ده شيء مش مسموح به. عشان هنا يا كابتن سيف كان في رسالة إعلامية مفترض يتقال ستوب. الكلام ده مش رأي، خارج نطاق الرأي، ده إساءة وإهانة لجمهور النادي الأهلي. بس كمان الكلام نفسه محتاج يترد عليه من خلال الاسبوع ده، كان اسبوع يا اسامه شعبيه النادي الاهلي. انا عايز اقول نقطه تعقيبا على النقطه دي وتحديدا 90%. احنا بنشكر الاستاذ عمرو الدرديري ان هو وضح حتى على كلامه ان 10% فقط من جماهير النادي الاهلي اللي هو من وجهه نظره شايفهم بس هم اللي بيفهموا كوره بيعادلوا جماهير نادي الزمالك. احنا بنشكرك بس على النقطه دي. كمل بقى يا فارس. هكمل لان في حاجه بربطها من اللي انت بتقوله. اللي ممكن يكون مش مهتم رياضيا، ولازم ننتقل الفاظ لما نيجي نتكلم على جموع الجمهور، اللي مش مهتم رياضيا مش هيبقى عنده اكاونت يدخل يشارك في تصويتات
ويشارك في استفتاءات، هي دي بالزبط. العينة. طب العينة اللي بتشارك في استفتاءات وعندها تويتر، عندها سوشيال ميديا بشكل عام وبتدخل، يبقى دي عينة فاعلة. تعال نشوف نسبة العينة الفاعلة دي إلى جمهور الزمالك كانت إيه. أولاً قبلها عايزين نروح لحاجة على المستوى الدولي. مجلس دبي الرياضي كان عامل فكرة السنة دي لها علاقة بمنح جوائز تقديرية للأندية وللاعبين. عمل فكرة إن على مدار آخر 20 سنة مين أفضل نادي، حط 8 أندية، 7 أندية من أوروبا وهم بايرن ميونخ، برشلونة، يوفي، ليفربول، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، وريال مدريد، ونادي فقط من إفريقيا وآسيا وحتى أمريكا الجنوبية خد نادي فقط خارج قارة أوروبا وهو النادي الأهلي. ليه ده اتعمل؟ لأن أنت معادلة مختلفة عن أي نادي آخر. أنت نادي صاحب شعبية تدعو أي حد في أي تصويت، زي ما شفنا في الماركة قبل كده يحط النادي الأهلي عشان يعمل صدى لأي استفتاء. بالزبط. وكمان ده لا ينكر أن النادي الأهلي عظيم، ده لا ينكر أن النادي الأهلي عظيم، ولكن ده حجم شعبية النادي الأهلي لما تيجي ترصد فريق واحد ضمن 7 فرق أوروبية. بس ما كانش ده بس يا أسامة المقياس لشعبية النادي الأهلي. بالظبط يا فارس. كمان كان عندنا اون تايم سبورت وبرنامج طبعا المشترك فيه الكابتن سيف زاهر مع الكابتن احمد شوبير، كانوا عاملين استفتاء عن افضل لاعبين في مصر. وارد جدا برضو زي ما بنتكلم، طب انت اخترت لاعبين الشناوي معاها ابو جبل معاه ده، هنشوف الاستفتاء. اي استفتاء هتلاقيه بص على اللاعب الفايز وهو لاعب النادي الاهلي بغض النظر عن فكره اتفاقك هو الافضل ولا لا، لكن في النهايه انت بترصد ظاهره وهي ظاهره شعبيه وتفاعل جماهير النادي الاهلي. اكيد ال 65% اللي اختاروا عمرو السوليه جزء كبير جدا منهم عندهم قناعات ان عمرو السوليه بيقدم موسم استثنائي ونموذج مختلف ويستحق، وجزء اخر هو اهلاوي ففي النهايه بيميل دايما للاعب النادي الاهلي. 65% عمرو السوليه، هنا علي معلول يا فارس 77% حصاد الموسم افضل لاعب اجنبي. وكل الاستعراضات لو استعرضنا كل اللاعبين هتلاقي نفس القصه دي. احمد هو مزنق، لان انت قلتها في نص الكلام، بتناقش مع صديق زملكاوي النهارده في حته الاستفتاء ده بكلمه عليه يعني، فقال لي مش يمكن النسبه اللي ادت الشناوي 84% وعلي معلول الارقام دي، وقال لي 77 قال لي مش يمكن فيهم زملكاويه كتير، قلت له كويس ان انتوا شايفين عندنا افضل لعيبه في مصر، فانت هتروح لها كده. ده بيوريك ايمن اشرف 63%. طبيعه جماهير الزمالك يا فارس مختلفه يعني، ودي برضو يا اسامه عايز اكد عليها نقطه مهمه جدا. هو احيانا بيتلاعب بيك في فكره ان اصل الشريحه مش متابعه كوره بتشجع النادي الاهلي لمجرد انك تقول له كذا، دي شريحه فاعله جدا. وعلى فكره الاستفتاء جزء كبير منه كان على تويتر، وعايز اقول لك ان تويتر منصه نوعيه شويه عن فيسبوك. عن فيسبوك بالظبط يا احمد، منصه نوعيه شويه بمعنى اللي بيدخل عليها بيكون جزء متفاعل قوي ومهتم بشكل مختلف وبرده اكتساح. ده عينه عشوائيه. لو قست كده عايز اقول حاجه برضو، الصفحه الرسميه للنادي الاهلي عليها حوالي 12 مليون متابع، ضعف نادي الزمالك. كل دي مؤشرات يا جماعه، لما حد بيجي يبتدي التسويق ما بيقولش انا حد حقوق رعايه لنادي ما عندوش جماهير كتير، بيجي يشوف المنصات الجماهيريه تفاعل النادي ده معاها ايه. عشان كده شعبيه النادي الاهلي لا يضاهيها احد داخل الوطن العربي واعتقد افريقيا، وكمان على المستوى العالمي النادي الاهلي مصنف من ضمن الانديه الاكثر جماهيريه. واعتقد سؤال ما بقاش ليه مجال للاعراب، لان شعبيه النادي الاهلي مش مجال لاي مقارنات مع اي نادي، مع احترامنا لجميع الانديه، ولكن ده الوضع القائم او الراهن للنادي الاهلي. والحقيقه مش بس جماهير عادية خارج في الوطن العربي بتشجع النادي الأهلي، لكن استوقفنا برضو فيديو لأسطورة تونس طارق دياب بيتكلم فيه عن هو بيشجع مين في مباراة الأهلي والزمالك القادمة. نسمع ونرجع نعقب. الأهلي الزمالك يعني بصراحة نهائي الله يعين الحكم والله يعين بصراحة مباراة كبيرة باش تكون إن شاء الله الأفضل هو اللي يفوز. الفرق الاثنين مستوى متقارب جدا، صحيح السنة هذه الزمالك عنده أسبقية، فاز الزمالك صح في السوبر وفاز في الدوري، والزمالك عنده من ناحية الفردية لاعبين مميزين، جماعيا الأهلي أفضل، الاثنين وصلوا الدور النهائي. أهم شيء هنا مكسب الكرة المصرية والعربية يوصلوا إلى الدور النهائي. إن شاء الله الأفضل هو اللي يفوز، وإن شاء الله التحكيم يكون في المستوى هذا هو، وإن شاء الله معناتها نحتفلوا بفوز الفريق اللي نحبوه هنا. وشكون الفريق اللي تقول؟ ما تقولش عليه. لا ما قلتش. وامتى تقول؟ ها؟ امتى تقول؟ الفريق اللي رئيسه
صاحبي ولعب ضده محمود خطيب. محمود صح؟ معناتها انه الطارق اهلاوي. معناتها ان شاء الله نشوف مباراة كبيرة. الفريق اللي رئيسه صاحبي ولعبت ضده، اتكلمنا كتير قوي في موضوع الشعبية ان احد اسبابها وارد جدا يكون نجم ملهم، واعتقد في الكرة المصرية يعني من اكبر الملهمين في الكره المصريه هو الكابتن محمود الخطيب، وبالتالي تصريح اسطوره تونس الكابتن طارق دياب اللي الحقيقه كان له موقف واضح جدا في 2012 وهو بيسلم كاس لحسام غالي، كان في سعاده واضحه على وشه برغم ان هو تونسي، ولكن برضه فارس ميوله للنادي الاهلي كويس. ميول للنادي الاهلي، وزي ما انت قلت يا احمد فكره ارتباطك بالنادي الاهلي، لاعبين، جماهير، بطولات، النادي الاهلي بيجمع كل ده. حتى في سفاره نيوزيلندا السفير النيوزيلندي حب ينزل صوره دعم للنادي الاهلي، وقال ان هو مشجع للنادي الاهلي. ممكن استعرض الصوره واتكلم برضه عن ان في اهلاوي وفي زملكاوي، النائب بتاعه زملكاوي بالظبط، بس ان شاء الله باذن الله سفير نيوزيلندا هو اللي يفرح. ما هو باذن الله تمشي زي ما كده، السفير والنائب، البطل والوصيف ان شاء الله. طبعا دي كانت جزء من برنامجنا او الفقره الاولى من برنامجنا، ولازم نرجع نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه البرنامج.